كان هناك رجل رزقه الله بولد، فلما بلغ هذا الولد سنتين مات ابنه فحزن عليه، وبعد ذلك حملت زوجته وأنجبت له ولدا ثاني، وما بلغ سنة إلا ومات هذا الولد الثاني. الآن كم؟ اثنين ماتوا ويدفنهم بيده. ثم رزقه الله بأربع بنات ورا بعض، كبرت البنات، أول واحدة تزوجت، فلما تزوجت وفرح بها وسعد بها أيضا ماتت وعمرها في العشرينات فدفنها. ثم زوجت ثانية فلما أنجبت له طفلة وفرح بها أيضا ماتت ودفنها. الآن بنتين وولدين. ثم بعد ذلك البنت الثالثة ما بلغ عمرها 27 سنة إلا وتمرض وتموت ويدفنها. الآن ثلاث بنات وولدين، وبعد كل هذا الألم والمعاناة لم يبقى عنده إلا بنت، فيرزقه الله عز وجل بولد، فيتعلق بالطفل ويحب هذا الطفل حب شديد، وما أن بلغ هذا الطفل سنة ونص إلا ويموت ويدفنه أيضا. إذن دفن كم؟ ستة، ثلاثة أبناء وثلاث بنات. تعرف من هو هذا؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى كل من مات له حبيب، هل أنت خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ مات كل هؤلاء لا. ليس قضية الابتلاء أن الله عز وجل ينتقم منك، لا لا لا، لله حكمة فيما يأخذ ولله حكمة فيما يعطي. فهذا يجبر مصابك عندما تتذكر ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم.